على كأس وزارة التعليم العالي فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع أفراس الإنتاج المحلي عمر الأربع سنوات فأكثر على كأس وزارة التعليم العالي على مسافة 1650 متر وقيمة الجائزة 100,000 ريال. تبدأ الانطلاقة المترفة في المركز الأول، تفاصيل في المركز الثاني غرنوقة، في المركز الثالث محاولات الدامغة، في المركز الرابع فيما الصدارة للمترفة التي تبدأ الانطلاقة، في المركز الثاني تفاصيل غرنوقة تبدأ الآن التقدم المركز الثاني، وتفاصيل في المركز الثالث محاولات للتقدم من أقمار الآن من الأسماء المرشحة أيضا في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، أقمار من الخارج التقدم مع غرنوقة، وأيضا المترفة تعود للتقدم مرة أخرى، المترفة للصدارة المركز الثاني لأقمار، وغرنوقة في المركز الثالث تتأخر مع تفاصيل أيضا محاولات للتقدم من بقية الأفراس، وهنا أقمار تتقدم على المترفة من الخارج، تعود المترفة للتقدم مرة أخرى في تنافس مثير ما بين الأفراس لنيل كأس وزارة التعليم العالي. تجتاز الأفراس علامة 800 المنعطف الأخير، والمترفة في الصدارة. مشاهدين متابعين الكرام، الثلاثي الأحمر يبدأ الآن بالخط المستقيم للدخول مع عثرية الآن للتقدم والصدارة والمركز الأول لعثرية، للصدارة والمركز الأول عثرية في المركز الأول. عثرية محاولات للدخول أيضا من لافت لهم، عثرية ولفت لهم للتمكن لما أصبوا لفت لهم تحسم كأس وزارة التعليم العالي. ألف مبروك. إذا دخول للفت لهم على الأفراس على